بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بالكرام اخواننا المهتمين بشؤون زراعه البطاطس، اهلا وسهلا بحضراتكم. بنتكلم النهارده عن رايي في تقطيع تقاوي البطاطس. احنا عندنا قلنا مصدرين من مصادر التقاوي البطاطس. المصدر اللي هو بيجي لنا في شهر 12، انا بتكلم عن بلدي مصر وتقريبا في كل الدول العربيه، مصدر بيجي لنا في شهر 12 واللي بنزرعه في شهر 12 في نص 12 لحد ممكن لحد 10 2 ما فيش اي مشكل خالص، تمام. والمصدر الثاني ان احنا البطاطس اللي جات لنا من بره ديت بنبدا نكسرها وناخد منها تقاوي تاني وبنحطها في الثلاجه على درجه 4 مئوي وبنبدأ نطلعها في شهر 10 وبنزرع فيها، تمام. الاولانيه ديت كلنا بنعمل فيها تقاوي، اللي هي جايه من استيراد من بره، ان كان من فرنسا ولا من انجلترا ولا من هولندا ولا اي دوله منتجه للبطاطس، تمام. بناخد البطاطس ديت وبنخرطها، مفيش مشكله عندنا خالص. ودي الاسباب: اولا اسعارها غاليه، فبالتالي لو انا مثلا كلفت الفدان طن طن وربع طن ونص في بعض الشركات كمان، فبنلاقي ان العمليه عندنا طبعا اقتصاديا بتبقى عاليه جدا، تمام. فبنأسر السلامه وبنبدا نخرطها، بنخرط التقوي بتاعتها، تمام. طيب، رقم اتنين ان الجو بيكون برد، وحتى لو خرطت على العين، وعلى العين احنا عندنا نوعين طبعا من التخريط، الفلاحين دايما احنا في الشركات طبعا بنخرط بالطول كده، تمام، هي البطاطسية اهي وبنخرطها بالطول. واللي بقول بنخرط بالطول، طبعا بنخرط بالطول عشان العيون بتبقى متمركزة في المكان ده هو، فلو قطعت كده فالناحية القاعدية ديت مش هيبقى فيها عيون كتير، والناحية القمية ديت او اللي فيها السيادة القمية هيبقى فيها عيون كتير، فاحنا بنخرط بالنص كده زي ما حضراتكم شايفين. وبعد كده بنسيبها على فرش، بنفرشها على مفرش في الهواء، وطبعا تحت أشعة غير مباشرة للشمس، وبنعفرها بروزوليكس او بتوبسين او بأي شيء من الفطر ده هو، تمام. وبناخدها على ما بتكون الطبقة الفلينية دهيا وبنبدأ نزرعها، ما فيش اي مشكل خالص. ده في ناس كمان تقطع على العين، يعني انا عندي عين اهي وعندي عين اهي، تمام، وعندي عين كمان اهي، تمام. هو بيخرط على العين، كل عين كده زي ما تكون بطاطس بتطبخ بالظبط، يعني بيجي على العين وبيقص عليها، تمام. بس بنقول ان القطعه ما بتقلش عن 50 جرام، تمام. ده بالنسبه للتقاوي المستورده من بره، ما فيهاش اي مشكل خالص في ان احنا نخرطها، تمام. واللي بيخلينا نخرطها كمان رقم ثلاثة، يبقى قلنا رقم واحد ان هي بتبقى الاسعار بتاعتها غالية، رقم اتنين ان احنا بنزرع في البرد، رقم ثلاثة ان هي بتبقى لسه مزروعة اول مرة، وبيبقى نسبة الفيروسات والاعفان بتبقى فيها قليلة، فبالتالي او الاجانب بيبقوا افضل مننا صراحة، يعني في انتاج التقاوي من حيث خلوهم الفيروس ومن الامراض الفطرية بالنسبة للضرنات. وبالتالي ناخد الاحتراز بتاعنا في ان احنا بنطهر سكاكين بتاعتنا وبنطهر مطهر فطر كويس، تمام. طبعا حتى الزراعه الاهليه بيقطعوها كده، وان كانت الزراعه الاهليه طبعا بتعمل لنا مشاكل مع البلانتر على سيور التلقيم بالذات ديت، لو بقت بالمنظر ده كده على سير التلقيم بتعمل لنا مشاكل، ما بقاش فيه تجانس ابدا، واللي زرع طبعا بالبلانتر الاستراكتورال شاف القصه ديت، ما بقاش فيه تجانس، او السفنجه اللي بتوزع او السيور بتاعت التلقيم ما بقاش فيها انتظام خالص في الارض. طيب، ديت البطاطس الوارد ليا من بره. طب اللي هي المحلي بقى، في اخوه كتير بينادوا بان البطاطس المحلي عادي بنقطعها وبنزرعها وما فيش اي مشكل خالص، تمام. بتقطعها وبتزرعها، بس يا ريت المعلومة، يعني أنا ممكن تختلف أو تتفق مع مبارك الله يصلح حاله، كان يقول لك أنا ما بحبش التصريحات العنترية، وأنا والله برضو ما بحب التصريحات العنترية، يعني ما نقولش ده أنا بقطع وبقطع على العشرين جرام والتلاتين. شوفوا يا جماعة، يعني أنا عن نفسي مش القصة ديت ممكن تكون نفعت معاك، ولكن يمكن الظروف خدمتك، ولكن لما نقول معلومة نقول المعلومة كاملة. أنا عندي الأرض دي أرض رملية، أرض رملية، ركز معايا بالله عليك، ركز معايا، الأرض اللي عندي دي أرض رملية، الأرض الرملية معروف إن هي بتحتوي على معدن الكوارتز والسيليكون اللي هو
هو الحرارة النوعية بتاعته؟ العلماء من كام سنة بيقولوا لنا على القصة دي، إن الحرارة النوعية بتاعته عالية. لذلك نرجع، معلش مش هخرج من الموضوع، بس أنا بقول لك ليه حرارته النوعية عالية. أهالينا زمان كانوا بيغطوا القطن لما بيزرعوه في شهر 2 والجو كان بيبقى برد، بيغطوه بالرمل. ليه بيغطوه بالرمل؟ كنا إحنا وراهم، هم بيزرعوا وإحنا بنغطي بالرمل وراهم، بنغطي بالرمل وراهم ليه؟ لأن الحرارة النوعية عالية وخفيف، تطلع البذرة بسرعة. تمام، نيجي بقى ايه علاقة ده بالبطاطس؟ اه، ما هو ده اساسا بيسخن بسرعة، واحنا عندنا اساسا الصيف ابتدى يتأخر في كل الدول العربية. فانا لو حطيت بطاطس دي متأخرة زي ما بقول مثلا في ارض الكويت او ارض السعودية، هتعمل لي مشاكل كتير يا جماعة، هتعمل لي مشاكل كده. مجرد بس ما نديها بالمية هتتسلق مني، معلش يعني. بس يعني اللي يقول والله يا جماعة انا بقطع وبقطع في الارض الطينية وبضمن ان درجة الحرارة عندي في وجه بحري في مصر ظروف كذا كذا كذا، يبقى احنا او بطريقه زراعه معينه، يبقى احنا كده عرفنا. اما ما اقولش الكلمه مطلقه واقول ان انا بقطع بطاطس محلي، اول حاجه انا بقول لك في الاراضي الرمليه الحراره النوعيه بتاعتها عاليه، فما ينفعش اقطع فيها وخصوصا الصيف بيتاخر، فما ينفعش اخرط فيها البطاطس. ده وجهه نظري، ووجهه نظرك تحترم، وجهه نظري برضو. انا بقى ما بقولكش يعني، انا بقول لك رايي خطا يحتمل الصواب، وراي غير صواب يحتمل الخطا. تمام، دي رقم واحد. رقم اتنين، احنا ليه بنخرط؟ بنخرط عشان اقتصاديا نوفر في البذور. طب بالله عليك، انا لو عندي فدان مثلا وجبت كام عامل عشان النهارده العامل يوميته 100 120 جنيه، تمام، عشان يخرط لي هجيب لي خمس عمال ولا حاجه ب 500 600 700 جنيه. طب هي اساسا يعني بقت قريبه من بعضها، يبقى ليه تخرط؟ دي رقم اتنين. رقم ثلاثة، للاسف الشديد احنا بنفتقد للكواليتي الكويس من ناحيه الفيروسات عندنا والبكتيريا والحاجات دي كلها. تمام، فانتاجنا للتقوي الى حد ما ما بكونش برضه زي المستورد، دي حقيقه نعترف فيها، بس عشان من ايه برضه ما فيش صحه تعمل انا اطلع احسن من اوروبا واعمل تقوي احسن من هولندا. كلام ده كلام ملهوش يعني. انا شفت شركات كبيره وتعاقدنا معاها على زراعه بطاطس، مش عايز اذكر اسماء، وكانت عندنا نسبه فيروسات كبيره. فما بالك بقى بالراجل اللي هو المزارع العادي ده، هو اللي بيسيب البطاطس بتاعته لحد شهر 5 في الارض، وبعد كده ياخدها ويقول لي ده انا اعمل منها تقوي. اكيد بيبقى فيها فيروسات، اكيد بيبقى فيها اعفان، اكيد في تذبذب بالنسبه لدرجات الحراره في الثلاجات، فبالتالي بيبقى عندنا مشاكل. والله العظيم في 2011 وبالتحديد في مش عايز احدد المحطه اللي اتاخد منها البذور، وكانت قدامي ومن شركه من افضل الشركات، وكان صنف يعني لحد دلوقتي بيشار عليه بالبنان. انا في واحد كان واخد بيفوتين في أرض الجيش 6 أكتوبر، والراجل كان مأجر بيفوتين من أرض الجيش واتحرقت كلك نتيجة الأعفان والإروينيا اللي موجودة في البطاطس بتاعته، والشركة عملاقة مش عايز اوضح اكتر من كده. فما تقوليش بقى انك انت يعني هتنتج التقوي، انا ما بخوفكش، بس ده بقول لك ده الحقيقي. تمام، اتحرت بيفوتين في شهر 10 بالظبط، بالتحديد انا لا انسى التاريخ، يوم 17/10 اتحرت بيفوتين بعد ما اتزرعوا في اول 10، وابتدى نحفر عليهم ما تلاقيش ولا واحده فيهم تصلح ان هي تنبت، خلاص انضرب البيفوت كله. فانا خايف عليك من الاعفان، رقم 2 خايف عليك من الفيروسات، رقم 3 الحراره النوعيه عاليه، لو انت بتزرع في ارض رمل الدنيا مش هتبقى مظبوطه معاك. غير كده كمان انتاجنا زي ما قلت لحضرتك مش هيبقى بنفس الجوده او الكواليتي، والفروق بسيطه. فانا بصراحه ربنا ما بحبش في اخوه بقول لك على الزراعه الحراتي في الاراضي الطينيه، ما عليا فيها، بس انا بقول لحضرتك المعلومه تبقى يعني كامله. يعني انا ممكن اقول في الرمليه في الطينيه تمام، ولكن الأرض الرملية أعتقد الأمور هتبقى صعبة فيها شوية. ممكن في سنة تعدي ما عنديش مشكلة على عيني وعلى راسي، بس أنا بخاف من موجات الحرارة اللي بتيجي خلال شهر أكتوبر، والموجة قد تصل لكام؟ قد تصل لأسبوع كامل على بعض، درجة الحرارة توصل لفوق 35 يعني. دي بنحذر منها، ودي الحاجات اللي تخليني او المبررات اللي بتخليني عندي تحفظ كبير على تخريط البطاطس التقاوي البطاطس المحلي خلال شهر اكتوبر. بشكر حضراتكم وبتمنى لجميع التوفيق. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.